بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا في برنامج أحكام القرآن، قد توصلنا إلى قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله عليما. والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما. لما ذكر هذا، ذكر في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم فيما شرعه لهم من أحكامه، فليس فيها ما يقتضي أنهم يستثقلونها، بل هي أحكام ميسرة وفيها خير لهم عاجلا وآجلا. وإذا كان هذا موقفهم منها مع يسرها وسهولتها ومناسبتها، إذا كان هذا موقفهم منها، فكيف لو أن الله جل وعلا كتب عليهم، يعني فرض عليهم أشياء تشق عليهم مشقة عظيمة وتحرجهم، ماذا يكون موقفهم؟ فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فإذا كان هذا موقفهم من شريعة الله السهلة السمحة الحنيفية الميسرة، فكيف يكون موقفهم لو أن الله فرض عليهم تكاليف شاقة؟ فإنهم حري بهم أن لا يمتثلوا إلا القليل منهم، وهم أهل الإيمان الصادق. قوله تعالى: ولو أنا كتبنا، يعني فرضنا، لأن كتب في القرآن والسنة معناها الفرض، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص، فمعنى الكتابة الفرض. أن يقتلوا أنفسكم، أي أن يقتل بعضكم بعضا، كما أمر الله بذلك بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فالله سبحانه وتعالى كتب عليهم أن يقتلوا أنفسهم، يعني أن يقتل بعضهم بعضا، من باب التكفير عن ما فعلوه من الشرك بالله عز وجل، فهذا عقوبة لهم على شركهم. فلو فرض على هؤلاء كما فرض على بني إسرائيل لم يمتثله إلا القليل منهم، وهم أهل الإيمان الصادق.
أو اخرجوا من دياركم، لأن الوطن هو أحب شيء إلى الإنسان، ومحبة الأوطان محبة طبيعية، فالإنسان دائما يذكر وطنه كما قال الشاعر: وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فالإنسان يحب وطنه، فلو أن الله كتب عليهم أن يخرجوا من دياركم إن هذا يشق عليهم ولا يمتثله إلا القليل منهم. قد فرض الله الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتركوا مكة وهي أحب البلاد إليهم، لأنهم آثروا دينهم على حب بلدهم. هذا مقتضى الإيمان، أنك تقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسك، وتترك وطنك طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذكر سبحانه وتعالى في امتثال أوامر الله أربع فوائد، فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما أمرهم الله جل وعلا به، فإنهم يحصلون على أربع فوائد عظيمة: لكان خيرا لهم، هذه الأولى، ففعل ما وعظ الله به خير للإنسان، لأنه إذا فعل ما أمره الله به حصل على الأجر والثواب والمعونة من الله سبحانه وتعالى، وعلى الخير العاجل والآجل، فهو خير له مما لو بقي على ما كان عليه مما يظن أنه أنفع له، ولكن الله نهاه عنه. فالله لا ينهى عن شيء فيه خير للإنسان، بل هو سبحانه وتعالى إما أن ينهى عن شيء مضرته خالصة أو مضرته راجحة أو مضرته مساوية، فإنه سبحانه إنما ينهى عن هذه الأمور لأن عاقبتها شر على الإنسان. فإذا لم يمتثل العبد ما أمره الله به فذلك شر له عاجلا وآجلا، هذه واحدة. الثانية: وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أن امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى يسبب الثبات على الحق، وترك أوامر الله تعالى يسبب الزيغ والضلال عن الحق. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيتا على الحق، ففعل الطاعات يقوي الإيمان ويثبت الإنسان على الحق، وهذا من فوائد امتثال أوامر الله عز وجل. والفائدة الثالثة: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، لو أنهم فعلوا ما وعظهم الله به لوجدوا ثواب ذلك عند الله مدخرا لهم،
وليس ثوابا يسيرا، وإنما هو ثواب عظيم. فثواب الله عز وجل عظيم لا يعلم عظمه إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. نعم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.